بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالأمس القريب وبالتحديد في 21/4/2022 شرفنا بافتتاح سيادتكم لموسم حصاد القمح لعام 2022 من مشروع تشكى الخير بجنوب الصعيد، باعتبار أن هذا المشروع يعد أحد صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030. هذا ولعل من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصري زي ما سيادتك وضحت حالا، الأمور بتبقى في إطار تخطيط وفي إطار استراتيجية وفي إطار محاور. حطينا أهداف الاستراتيجية ل2030 كان أهمها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها. ايضا كان بنستهدف احداث تنميه شامله واحتوائيه، وبتستهدف ايضا في ذات الوقت التكيف مع التغيرات المناخيه. وكان اهم محاور تحقيق هذه الاستراتيجيه هو المحور الكبير اللي سيادتك بنتكلم عنه دلوقتي، محور التوسع الافقي. المحور الثاني ومحور التوسع الراسي اللي بيتم بالتوازي مع محور التوسع الافقي في سبيل زياده الانتاجيه، ايضا زياده تنافسيه الصادرات الزراعيه المصريه، وايضا من المحاور المهمه اللي بنشتغل عليها حاليا انفاذ الزراعات التعاقديه. يمكن اشتغلنا في محاصيل كتير زي القمح زي ما سيادتك اعلنا، وفول الصويا وعباد الشمس، وان شاء الله اطلقنا في الاسبوع الماضي الزراعات التعاقديه بالنسبه لمحصول الذره. ايضا زياده الاستثمارات الموجهه للقطاع الزراعي مع تدعيم انشطه الانتاج الحيواني والداجني والسمكي. وأيضا من المحاور المهمة لتدعيم وتحقيق الاستراتيجية هو أهمية تغيير أنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد المحدودة. واليوم ونحن نشرف بافتتاح سيادتكم لمشروع مستقبل مصر باكورة مشروع الدلتا الجديد العملاق، نستأذن في أن يكون العرض حول محور التوسع الأفقي باعتباره أهم محاور استراتيجية الزراعة، إذ يمثل دعماً قوياً لتأمين منظومة سلة غذاء المستقبل لشعب مصر العظيم. أهم مشروعات التوسع الأفقي عندنا مشروع الدلتا الجديدة العملاق اللي يعتبر مشروع مستقبل مصر أحد باكورة هذا المشروع، عندنا مشروع تنمية جنوب الوادي تشكى الخير، مشروع تنمية شمال وسط سيناء وإن شاء الله قريباً هنشرب به افتتاح سيادتك له، مشروع تنمية الريف المصري الجديد، ايضا مشروعات اخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد. ويعني الجدير بالذكر ان العمل في كل هذه المشروعات بيسير فيها من كل الجهات المعنيه باقصى معدلات الانجاز تحقيقا للاهداف المنشوده. طب اهم مدافع التوسع لمشروعات التوسع الافقي، اولا زياده الرقعه الزراعيه تعويضا عن فاقد الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني والزحف العمراني، وده كان لازم محور مهم عشان نقدر نعوض ونوفر مسألة وندعم الأمن الغذائي. أيضا من المحاور المهمة هو رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي. من الأهداف الرئيسية أيضا هو رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، سواء ترشيد المية أو زيادة الإنتاجية أو زي ما سيادتك قلت محور الزراعات المحمية والصوب. ايضا من المحاور المهمه جدا زياده الصادرات الزراعيه او التصنيع الزراعي من المنتجات الزراعيه، الهدف منه ايضا دعم احتياطي مصر من العملات الاجنبيه. ومن الهدف الرئيسي لمشروعات التوسع الافقي هو تعميق مبدا التنميه الاحتوائيه والمتوازنه، لان كل مشروعات التوسع الافقي لو نلاحظ كده منتشره في كل انحاء الجمهوريه، وبالتالي ما نركزناش على مكان معين عشان نحقق تنميه احتوائيه. سياده الرئيس، الأهمية الكبيرة أيضاً لمشروعات التوسع في استصلاح الصحراء بيتسق مع مبادرة الدولة المصرية التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ في نوفمبر 2018، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاثة المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي. الجدير بالذكر أن كثير من الدراسات الحالية في العالم تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية،
وما سوف يستتبع ذلك من خسائر في الناتج الإجمالي العالمي وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة، وما يعمق من حدة هذه التأثيرات الأمن على الأمن الغذائي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية. في حين بقى نجد أن الدولة المصرية بتتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء تدعم موقف مصر، وسوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام. أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى بتتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، وده بيعظم من مستوى الإنتاجية. أيضا بنستخدم الميكنة الحديثة على نطاق واسع، أيضا بنستهدف التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي والأنشطة الأخرى المرتبطة بهذا النشاط، أيضا بتستهدف خلق تجمعات تنموية جديدة، وأيضا الهدف الرئيسي كمان إن احنا بنتلافى مشكلة التفتت الحيازي اللي موجود في أراضي الدلتا القديمة، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل مراحل الاستصلاح. والمعروض يمثل صور من التطبيقات الحديثة لاستخدام التكنولوجيا في الزراعة الذكية والرقمية، وأيضا تطبيق الميكنة الزراعية الحديثة على نطاق واسع. الهدف من ذلك بيقلل من الفاقد ويعظم من الإنتاجية ويحسن من جودة الإنتاج، وفي نفس الوقت ترشيد استخدام المياه. وزي ما سيادتك قلت إن مسألة استصلاح الصحراء مش مسألة باليسيرة، ده بتمر بالعديد من المراحل والإجراءات اللي بتستهدف وتستغرق وقت وجهد وتكلفة كبيرة جدا من كل الجهات والوزارات ذات الصلة تتمثل فيه. أولا أما بنيجي نعمل مشروع استصلاح، أول حاجة بنعملها دراسات استكشافية للأراضي المستهدف التوسع فيها للتأكد مبدئيا وظاهريا من صلاحيتها للزراعة. بعد ذلك بيتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية وفي سبيل تحديد مدى توفر المقنن المائي أو المصادر اللي نقدر نوفر منها المية إيه، يعني المسألة بتاخد وقت وجهد كبير. بعد ذلك بيتم بقى بعد ما نتأكد من المحورين دول أن هناك دراسة تفصيلية وحصر تصنيفي للأراضي للتأكد من صلاحيتها تماماً وتحديد درجة الصلاحية. وهنا زي ما سيادتك وجهت أن احنا كل المراكز البحثية سواء التابعة لوزارة الزراعة أو في الاستعانة بالجامعات بتتم معانا في هذا الأمر. بعد كده بيتم تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة بتقوم بها الهيئة الهندسية أو الجهات الأخرى اللي بتقوم بهذا الأمر، بتاخد منها جهد وقت طويل، مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار ومد الترع ومسارات المياه، ده مسألة كبيرة جدا. وبالتوازي مع ذلك بقى بيتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات، ثم بعد ذلك تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة، ثم بعد ذلك بيتم زي ما احنا في مشروع مستقبل مصر بيتم طرح هذه الاستغلال والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص. أيضا المشروعات الجديدة بتشمل نموذج للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة، سواء زي ما قال السيد مدير المشروع في عمليات حصر وتصنيف الأراضي أو تحديد التراكيب المحصولية أو توفير التأوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية أو الدعم بالميكنة الزراعية أو إنتاج التأوي المعتمدة في كل المحاصيل أو في الزراعات المحمية. سيادة الرئيس، ونحن نعرض على فخامتكم أحد روافد الخير لمصر وهو مشروع الدلتا الجديدة العملاق، حيث يتكون هذا المشروع من مجموعة من المشروعات أهمها مشروع مستقبل مصر وهو باقورة مشروع الدلتا الجديدة، وقد تحدث عن مكوناته بالتفصيل السيد مدير المشروع. أيضا عندنا مشروعات زراعية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بيتم العمل فيها الآن، عندنا مشروع جنة مصر، أيضا عندنا مشروعات تابعة لمحافظة البحيرة، وأيضا مشروعات تابعة لوزارة الزراعة. هذا المشروع إن شاء الله بيعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، لأنه ده مشروع تنموي متكامل. كبر مساحة المشروع التي تصل إلى 2.2 مليون فدان وقد تزيد عن هذا الرقم، أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها زي ما سيادتك قلت تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة. أيضا هذا المشروع واختيار المكان بيتميز بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والبحرية وأيضا الجوية زي ميناء اسكندرية ودمياط وسفنكس وبرج العرب. أيضا بيتميز هذا المشروع بأنه بيرتبط بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى زي مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما أيضا أن هذا المشروع
يمثل امتداد عمراني جديد لمحافظات الدلتا. كما يستهدف هذا المشروع ايضا تدعيم ملف الامن الغذائي وتخفيض فوجه الاستيراد مع توفير انشطه مرتبطه بالزراعه مثل انشطه الثروه الحيوانيه والداجنه والتصنيع الزراعي. ايضا بنستهدف اقامه مجمعات زراعيه صناعيه تعمل على الربط بين الزراعه والصناعات التحويليه والتجاره والخدمات. ايضا بيستهدف اعاده توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني وتوفير فرص عمل جديده. ايضا بنستهدف زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية. وعلى ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا العملاق في ظل مخرجاته التي تشير إلى أن المرحلة التي المستهدف زراعتها حوالي 1,000,000 فدان منزرعة أو مستهدف زراعتها، أيضاً المساحة المحصولية اللي هي للمليون فدان ستصل إلى 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولي. وعلى ضوء الافتراضات التركيبيه زي ما سيادتك قلت، احنا بنتبع نظام الدورات الزراعيه وتغيير المحاصيل واخر، فاحنا مثلا ولو افترضنا ان احنا هنزرع حوالي 40% محاصيل استراتيجيه، 35% محاصيل بستانيه وخضر، 25% محاصيل تصنيعيه زي المحاصيل الزيتيه والقطن وفول الصويا وخلافه، نتوقع ان يساهم هذا المشروع في زياده الانتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجيه ومن الحبوب والخضر والمحاصيل الصناعيه بنسبه قد تصل الى من 10 الى 15% من الناتج الزراعي الاجمالي الحالي. يعني هذا المشروع لوحده ان شاء الله المليون فدان اللي هم يمثلوا زياده نتيجه التوسع الراسي واستخدام التكنولوجيا الجديده من 10 الى 15% من الناتج الزراعي الاجمالي الحالي الذي يصل الى حوالي 16% من الناتج المحلي الاجمالي. كما يدعم ايضا هذا المشروع قدرات الدوله المصريه في زياده صادراتها وتنافسيتها بنسبه تصل الى 15% من الصادرات الحاليه، خاصه في ظل المجهودات الاستباقيه التي تم اتخاذها لتنويع الاسواق. احنا عندنا سيادتك اكثر من 350 منتج زراعي بنصدره، عندنا اكثر من 150 سوق، صادراتنا في العالم لها اسم ليه؟ بسبب جوده المنتجات واتباع الانظمه الجديده، وايضا عندنا منظومه بتدعم الصحه النباتيه وامتلاك مصري لكثير من المعامل المرجعيه والهيئات التي تراقب جوده المنتجات. فخامه السيد الرئيس، يشير الموقف الحالي لمستويات الأمن الغذائي إلى قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية. وبإضافة أثر مشروعات التوسع الأفقي بزيادة الأراضي التي سوف تضاف للرقعة الزراعية مع إعمال نتائج زيادة الإنتاجية كنتيجة للتوسع الرأسي واستخدام الزراعات الذكية، خاصة الزراعات الذكية مناخياً اللي بتتفق مع ظروف التغيرات المناخية اللي احنا بنتعرض لها، فإن ذلك سوف يؤدي إن شاء الله إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات، وأيضاً تقليل الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة الصفراء. وفي هذا الصدد سوف نشر من فضلك من فضلك رجع بس اللوحة اللي فاتت دي، وأرجو إنك تشرح أكتر على الـ على الـ هنا اللي حققنا فيها اكتفاء ذاتي واللي رايحين نحقق واللي ممكن يبقى فيها فجوة خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين. احنا الواضح من الخريطه اللي معروضه ان احنا بنحقق اكتفاء ذاتي في كثير من المحاصيل وبنصدر زي الفاكهه والخضر، وعندنا الرز بنحقق فيه اكتفاء ذاتي، الذره البيضاء بنحقق فيها اكتفاء ذاتي، ايضا الدواجن احنا عندنا فائض في الحمد لله بقى عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، والحمد لله تمكنا بدعم سيادتك ودوله رئيس الوزراء بان احنا تم اعتماد اكثر من 40 منشاه خاليه من انفلونزا الطيور، وبالتالي اصبحنا بنصدر الدواجن لكثير من الدول وان شاء الله بنتطور فيها. ويمكن سيادتك اصدرت قرار جمهوري باعتماد ايضا 9 مناطق موجودين في الصحراء للاستثمار في مجال الثروه الداجنه، وده تدعيم لشراكه القطاع الخاص في هذا الامر. ايضا عندنا منتجات الالبان، ويمكن المشروعات اللي سيادتك وجهت فيها سواء فيما يتعلق بتحسين السلالات او المشروع القومي البيتيلو، او ان احنا متجهين دلوقتي الى التوسع في المشروعات المرتبطه بالانتاج الحيواني ثنائي الغرض من اللحوم لرفع مستوى المعيشه للمزارع والمربي الصغير سواء اللحوم او الالبان، ده عندنا اكتفاء ذاتي فيها. ايضا بيض المائده عندنا اكتفاء ذاتي. بالنسبه للمحاصيل السكريه زي ما اشار السيد مدير مشروع، احنا الحمد لله عندنا البنجر ومتوسعين فيه ان شاء الله، وعندنا المحاصيل السكريه اللي هي القصب السكر، وبدعم سيادتك ان شاء الله بنطور هذه الصناعه وبنعمل محطتين لزراعه القصب بالشتل ان شاء الله،
قريبا هنشر بافتتاح سيادتك لهم نسبه المحاصيل السكريه عندنا، نسبه الاكتفاء الذاتي. عايزين نقول ان احنا قد وصلنا حوالي 90%. ان شاء الله مصنع القناه للسكر اللي هنشرف ان شاء الله بافتتاح سيادتك له قريبا، اللي عليه استثمارات حوالي اكثر من مليار دولار، طاقته الانتاجيه حوالي 900 ألف طن سكر من البنجر السكر، ان شاء الله باضافه هذه الكميات الى الكميات القائمه حاليا هنعتبر حققنا اكتفاء ذاتي، وبدا التشغيل التجريبي فعلا يوم 9/5. وهذا المشروع يعني عايز اقول برضو وانتهز هذه الفرصه لوجود المستثمرين من القطاع الخاص معنا، ان هذا المشروع كله استثمار قطاع خاص، وده يمثل نموذج كبير لدعم الدوله المصريه وتبنيها للمشروعات القطاع الخاص، وان شاء الله نشرب بافتتاح سيادتك له قريبا. ايضا عندنا القمح والذره. القمح يمكن ان شاء الله مع مشروعات التوسع الافقي وزياده الرقعه الزراعيه وتحسين مستوى الانتاجيه ان شاء الله ترتفع يعني معدل الانتاجيه، لكن برضو محتاجين نعدل من انماط الاستهلاك بتاعتنا. فيما يتعلق بالذره يمكن زي ما دوله رئيس الوزراء بيتابعنا ان شاء الله، وقال السيد مدير المشروع ان الذره كان من المحاصيل اللي ليها مقومات عشان الفلاح يزرعها، وبالتالي كان الفلاح محتاج حاجتين، محتاج ان يبقى في مجففات عشان تقلل نسبه الرطوبه وبالتالي نبقى قادرين على تخزينها. الحاجه الثانيه كان عايز يبقى عارف السعر مسبقا. احنا تمكنا الاسبوع اللي فاتت بدعم دوله رئيس الوزراء ان احنا نجتمع مع اتحاد الدواجن وبعض اصحاب مصانع الاعلاف، وحطينا منظومه للزراعه التعاقديه في اطار توجه سيادتك في الاصلاح الهيكلي لقطاع الزراعه، ان احنا نعمل تدعيم للزراعه التعاقديه، وحطينا يعني اسلوب كويس هيدعم ويشجع الفلاح ان يزرع الذره بحيث يبقى عارف العائد الاقتصادي منه ايه مقدما. ايضا المحاصيل الزيتيه يعني شغالين عليها، سواء الذره برضه هيبقى موجود مع زياده محصول القطن والتوسع فيه وتحسين اقتصادياته ومنظومه القطن اللي نجحت وادت الى رفع اسعاره. اعتقد ان كل المحاور دي هتؤدي ايضا الى رفع نسبه الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتيه. ايضا نسبه اللحوم مع المحاور اللي بنشتغل عليها سواء المشروع القومي البيتلو او تحسين السلالات او زياده الانتاجيه والمشروعات القوميه في مجال الثروه الحيوانيه، اعتقد ان شاء الله يعني شغالين كويس على محور الاكتفاء الذاتي للمحاصيل او الانشطه المرتبطه بالزراعه. وده يعني صور بيبين التشغيل لمصنع القناه للسكر، وده كانت باكوره الانتاج اللي طلعت، وان شاء الله يعني بنتابع هذا المصنع وبحيث ان يصل الى اكتمال المنظومه، وان شاء الله نشرف قريبا بافتتاح سيادتك وتشريفك لافتتاح هذا المشروع. فخامه السيد الرئيس، يعني ختاما له من دواعي الفخر ان نتواجد اليوم في واحده من انجازات الدوله المصريه بقيادتكم الحكيمه والرشيده لاحياء صحاري مصر، بما يؤكد ان مصر بجهود قيادتها وابنائها المخلصين تستطيع تامين مصادر الغذاء لشعبها العظيم. شكرا فندم. شكرا، بس انا عندي حلم عايزك يعني اطلبه منك. اتفضل. على الهوا كده. شوفوا حجم الرؤوس اللي يمتلكها الفلاح في مصر. 2 مليون؟ احنا عندنا 2 مليون وشويه. كويس. ال 2 مليون دول انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده يا دكتور مصطفى. وانا بقول للمصريين الكلام دوت ولكل من مهتم، سواء كانت يعني المجتمع المدني ومصر الخير وغيره، وقلته قبل كده، وفي فرق بين ان احنا نقول وان احنا نقدر نعمل ده، وهو حلم كبير قوي بس مش كبير علينا ولا على المصريين. المواطن في الريف المصري اللي عنده راس ماشيه من يعني اللي هي مش مطوره مش كده، دي بتاكل اكل نفس الأكل زي الاكل اللي بتجيبه راس ممثله ليها تم تطويرها، يعني انا بقول كلام بسيط يعني، وتشرب نفس الشرب بتاعها. دي بتنتج لحم 8 من 10 من الكيلو، مش كده ولا 8 كيلو 7 8 لا في اليوم مش كده 7 الى 8 كيلو. طيب 7 من 10 يعني 7 كيلو في اليوم. في اليوم كويس. والثانيه بتنتج 1.5 كيلو، مش كده؟ يعني بتنتج حوالي من 30 35 يعني في اليوم يعني طيب. حوالي 1.5 حوالي
الكلام واضح، كلام واضح لنا كلنا كسامعين، ان احنا بناكل نفس الاكل ونشرب نفس الشرب، وده يطلع لي 7-8 وده يطلع لي 20-30 كيلو لحم في اليوم، مش كده؟ ايوه. طيب الاتنين مليون دول لو اتغيروا اتاخدوا، كلام نظري، كلام ايه نظري، اتاخدوا الاتنين مليون دول ودينا للفلاحين اللي هي النوع اللي بيزيد ده، يبقى المليون دول يعملوا قد ايه؟ 15 مليون كيلو، ولا انا مش كده؟ ده دي قيمة اديت للفلاح حاجة، اديته حاجة صح كده، وخليته بدل ما هو الرز دي بتعمل له مثلا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه تعمل له 4-5 صح كده؟ ازاي نعمل دي؟ تتعمل ازاي؟ عايزين تغيروا حياة الناس، مش ليكم، انا بتكلم علينا احنا كلنا، انا المواطن اللي بعرف ده وبجيب اكل راس المشيه بتاعتي وهي في الاخر انتاجها حجمه معين، وانا عندي راس اخرى قد تكون اغلى شوي، مش كده؟ قد تكون اغلى شوي وقد تكون عبء بالدولار يا دكتور مصطفى عشان هتشتريها من بره، هنستوردها، لكن ده برنامج، ده ايه برنامج؟ يا اهل الخير يلي عايزين تعملوا اعمال بر وعايزين ترفعوا وتحسنوا من حياه الناس، اوعى تكون فاكرين فقط ان البر هو انك انت تدي حد ياكل او تعمل له مدرسه بس او حتى جامع، لا، البر كمان ان انا اخلي المواطن ده بدل ما بيكسب له 1000 و2000 اضاعف له الرقم، مش كده ولا؟ ده على مستوى الفرد، على مستوى الدوله هو نفس حجم الاكل ونفس حجم الميه وضعف كميه الانتاج مره او مرتين، معقول كده؟ معقول. طب ازاي اللي انا بدخل فيه يعني مع بعضنا يا دكتور مصطفى مش مرتبط بالانسان، ليه؟ لان الارض دي فاضيه، الارض دي ايه؟ فاضيه، فالتفاعل مع البشر مش موجود يعني قوي، برنامج بيتعمل وتتحط له موارده ويتنفذ، لكن التعامل مع البشر مشكله، ازاي انا اقنعه ان اللي هو بياكلها نفس الاكل واحده مثيله ليها؟ انا قلت الكلام ده قبل كده بس انا بشرحه اكتر لان احنا لازم نعمله. طب ازاي؟ ما اعرفش. طب منين؟ دكتور مصطفى هيشيل الهم، بس ما هو فيش حل تاني. طبعا حد يعني اخد اللي هم الاتنين مليون دول على سنة على سنتين اتبعهم وانا بعمل الاحلال بحاجة تانية. انا ما بتكلم في بشكل بسيط جدا، انما في النهاية تقول لي بعد سنتين ثلاثة احنا غيرنا الانتاج الحيواني بتاعنا وبقت كل الرؤوس اللي موجودة، انا كلمت على اللحوم ما كلمتش على الالبان، ما كلمتش ايه الالبان بقى حاجة تانية خالص، لو ده بيعمل 7-8 كيلو برضو كده، التاني بيعمل 20-25 ويمكن أكتر، مش كده برضو؟ صح. فحتى أنا بكلم مرة مع علي وزير الزراعة قال لي يا فندم بس هنودي اللبن فين؟ مش كده؟ قلت لي كده، قلت لك ما هو النهاردة في مصانع ممكن تتعمل للبن المجفف، نوفر لمواطنينا والأطفال بتوعنا إنتاج، ولما الحجم بيزيد سعره بي إيه؟ بيقل، لما الإنتاج بيزيد سعره بيقل. أنا بعد ما كنت بأكل نفس الأكل تقريبا وبشرب نفس الشرب تقريبا زيادة شوية ولا حاجة، بعد ما كنت بطلع 7-8 كيلو، الكيلو بكام؟ بقيت أطلع 20-25، ولو العملية يعني متنظمة أكتر ممكن يبقى أكتر من كده، فالعائد زاد. فالعائد النهاردة يبقى الأسرة ديت، أنا بقول الكلام ده للجامعات الأهلية، ما أعرفش موجودة معانا ولا لأ، ما أعرفش موجودة قاعدين معانا ولا لأ، جامعات الأهلية موجودة معانا ولا لأ. طيب يعني الأرمن ومصر الخير وكل من له باع في الموضوع، أنت بتدي له رسمة سيء عاملة إزاي؟ بتشتريها من السوق المحلي في الغالب صح كده؟ لكن اللي أنت بتديها له دي
مش هتغنيه. مش ايه؟ مش هتغنيه. مش هتغنيه. انت عايز تزود دخله كويس. لما استهدف يعني في حد يقول لي طب ما هم بياخدوا تبرعات يا دكتور مصطفى وبيشتروا بيها لحوم على طول وايه ويتصرفوا فيها ماشي. طب ما هو ممكن قوي وهو بيشتري، وانا بقولها على هوا للناس اللي هتتبرع، لان بعضهم يقول لك ايه لا انا عايزه ياكل. ده صح، ده هدف نبيل وعظيم جدا، لكن انا اقدر بتطوير الفكره احسن اكتر من كده، اكتر من ان انا اوفر له وجبه ولا وجبتين اديهم له يتصرف بيهم، بان انا اديله راس او اتنين من ده. انا غيرت له حياته؟ غيرت. لا صحيح. صح. لو اديت لمواطن اتنين راس ماشيه من دول غاليين واكتر، طب الدوله ممكن تدخل في الموضوع يا دكتور مصطفى؟ تدخل. وزاره التضامن بنطلع تكافل وكرامه وبنطلع ده. ما بقولش ان احنا نوقف، لا، لكن نطور البرنامج يبقى مع الجمعيات ديت. اقول اخش على الاسره ديت اقول له انا هديك، اطمن ان هم عندهم قدره على ان هم يديروا الموضوع كويس، وادي له راس او اتنين. الراس او اتنين دول يبقى هو الدوله مع المجتمع المدني قدرت تغير حياه الناس بمنتج يزود انتاج لمصر ويخفض تكلفه هذا الانتاج، لان انا بالطريقه العاديه اللي انا بعمل بيها دي باكل بنفس الطريقه وبشرب بنفس الطريقه والكميه اللي بتجي لي كميه مش كتير، ثم اغير حياه الناس. لما انا النهارده لو قلنا 2 مليون راس ماشيه يعني مثلا ممكن يكونوا موجودين معملين اسره مثلا، مش كده متوسط؟ متوسط 2 او 3 يعني. خلينا نقول 2 مليون اسره، يبقى انا هقدر احول حياتهم اضاعف لهم دخلهم بالطريقه دي، ولا انا بقول كلام؟ لا مظبوط. اقدر؟ مظبوط. لا مش مظبوط، انا عارف انه مظبوط. انا هشرح بعد ما حضرتك تخلص الاجراءات اللي عملناها زي ما سيادتك وجهتنا. يعني انت عملت يعني تقدر في خلال سنتين ثلاثه تقول لي انا شلت كل الرؤوس دي وعملت لها احلال بالرؤوس الجديده دي؟ انا هبقى لك من الشاكرين ان شاء الله. اتفضل قول بقى. احنا بنشكر سيادتك على هذا التوجه، لكن سيادتك بتتابعنا بقى لنا فتره. احنا يعني برضو زي ما سيادتك قلت كده في بنيه يعني تحتيه لابد ان احنا نشتغل عليه. يعني مساله اما ازود اللبن لابد ان يبقى عندي مصدر. انت حضرتك اديت توجيهات ان احنا نعمل مصانع لانتاج لبن البودره، وبالتالي المليون طن اللي انا بستوردهم من بره اللي هم يمثلهم 100,000 طن بودره فيعادل مليون طن لبن، فبالتالي لما هننتج المصنع بتاع لبن البودره هيبقى عايز كميه، وبالتالي لما تزيد الكميه انا بحافظ على مستوى دخل الفلاح. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه اللي واجهتنا ليها المشروع القومي للبتلو. احنا يمكن الاجمالي اللي انصرف في خلال السنتين اللي فاتوا دول اكثر من 7 مليار جنيه، استفاد منهم اكثر من 430 الف او 440 الف مستفيد، ويمكن ده كان له دور كبير في تحقيق التوازن في ازمه اللحوم اللي احنا فيها ورفع نسبه الاكتفاء الذاتي. الحاجة الثالثة اللي اشتغلنا عليها وفقا لتوجيه سيادتك اللي هو مشروع تحسين السلالات، احنا يمكن قبل من سنتين ثلاثة ما كناش بنستورد، وكان في مشكلة في يعني تصدير الرؤوس اللي هي العشار او تحت العشار. الحمد لله عملنا فتحنا اسواق كتيرة وبعض الاجهزة موجودة معانا، احنا يمكن وصلنا الى 45-50 الف راس موجودة مع شركاء التنمية وبعض القطاع الخاص، وايضا الجمعيات شغالة معانا يعني جمعية مصر الخير او غيره وغيره، وبالتالي احنا بدأنا ندخل هذه الصناعة وبدأ على إقبال. الحاجة الرابعة ان احنا يمكن زي ما سيادتك صدقت لنا ان احنا نمول هذه المشروعات بتكلفة منخفضة، وبنتعاقد مع البنك الزراعي المصري والبنك الاهلي على ان نمول هذه الرؤوس، وفي طلبات وان شاء الله هنتوسع فيها في المرحلة القادمة، ونأمل ان احنا نحقق الهدف اللي سيادتك بتقوله. الحاجة الأخيرة إن إحنا دائما كمان مسألة التلقيح الصناعي، لأن أنا لما أجيب الرأس من بره هتنتج السنة الأولية وهي جاية عشار، فهتبقى محتاجة نفس إن أنا مسألة التلقيح يبقى من نفس السلال،
فاحنا طورنا مراكز التلقيح الاصطناعي، وبرضه زملائنا في القطاع الخاص بيعملوا، ودي شراكه موجوده. احنا عندنا اكثر من 600 نقطه للتلقيح الاصطناعي، عندنا اكبر 5 مراكز للتلقيح الاصطناعي الكبير، فاحنا ماشيين على هذا الاطار، وان شاء الله هنسعى بكل ما نملك. ويعني دعم الدوله المصريه للفلاح والمربي الصغير اكيد اساس في الاعتبار، وزي ما سيادتك بتقول اولا بنحسن دخله، بنحقق له استدامه، بنوفر فرص عمل، فاحنا ان شاء الله هنشتغل على هذا البرنامج بكل ما نملك يعني. شكرا.